مشاهدي متابعين مباشر من مصر كل مواقع عن مصر الاخباريه، انفراد طبعا اول ظهور لعم ربيع يعني صاحب يعني رمي البرتقال، رمى البرتقال وفي الحج طبعا رمى الجمرات. هيحكي لنا القصه بدات منين وايه حكايته وايه احساسه طبعا في الحج بعد ما يعني كسب الحج. اهلا بيك يا عم ربيع، انا باشا من مصر. اهلا بيك يا استاذ، شرفت بيك. ربنا يخليك. قول لنا بقى يا عم ربيع، ايه احساسك بقى ان انت في الحج؟ والله الحمد لله يا فندم، الاحساس اللي انا حسيته وفرحت في اول مره اشاهد موضوع قافلات غزوه معديه وبرمي عليها البرتقال. كرمني ربي وشاهدت احسن شويه في مناسك الحج الحمد لله، في المسجد النبوي وفي مكه وفي مدينه وفي منى وعرفات، والحمد لله رب العالمين. واتمناها الحجه لكل المسلمين يا ربي، واتمناها كمان لكل حبايبنا في فلسطين وفي غزه وكل بقع الارض يا ربي. اكيد حج مبارك ان شاء الله عم ربيع. يا ربي خليك يا فندم، ما تحرمش منك. فطبعا هنا انا عايز يعني اتواصل مع الناس اللي هي الاول الفجرة، يعني اللي هم الناس الفجرة اللي هم بيقولوا انا هدي منين، انا ظروفي مثلا على جدي وكده ومش عارف. لا يا حبيبي، ادي وسيب الاجر على الله. ادي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. صح صح. ادي عشان انا غير منك واعمل زيك. ابدأ باهلك، ابدأ بجيرانك، ابدأ بحبايبك، ابدأ بالدول. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طبعا كانت القضيه الفلسطينيه دي مهموم بيها جدا جدا قبل موضوع القافله، وكنت اجي البيت افتح التلفزيون والكلام ده قلته كذا مره. فطبعا ما صدقت، جيت تاني يوم بفتح الفرشه بتاعتي فلقيت اللهم صل على النبي قافلات معديه عاملاها قريه اسمها قريه مخمان في جنوب الجيزه. فعيل ماشي مع باباه بيقول له يا بابا عربيات رايحه فلسطين. فانا بطل من خلف الفرش فلقيت فعلا القافلات معديه. فحسيت ان حاجه من ريحتهم الحلوه جايه عليا. فابتديت ان انا امسك البرتقال واحده في العربيات وارمي السواقين في الكابينه واقول لهم كلوا من دي وسيبوا اللي ورا يوصل فلسطين. لحد ما سواق رن عليا وقال لي يا عم ربيع ان شاء الله يوصل، ان شاء الله يوصل. وفعلا الراجل ده بشرني بارك الله فيه. كان يوم جمعه وقال لي صباح الفل يا عم ربيع، صباح النصر عليك، برتقالك وصل فلسطين. قد كيف انا كنت في سعاده وكنت في سرور. بس يا عم ربيع دي كانت حركه تلقائيه، يعني ما كنتش مرتب لها. والله العظيم يا فندم ما تعرفش ان حد صورك. والله ولا اعرف حاجه عن الترند ده. واحلف على مصحف والله امام الله جل في علاه وامام الناس ان انا ما استفدت جنيه من الترند ده لحد النهارده اللي بيقولوا عليه. ناس تقول لي على صفحتك اللي هي جنه فواكه ربيع الصعيدي مشاهدات، وعلى صفحتك مش عارفها. مش انا والله العظيم لا اعرف اشغل النت، انا موكل واحد حبيبي كده مفيش داعي ذكر اسمه بالصفحه، ولكن سالته بس. فحسيت ان موضوع الترند والحاجات دي هيعمل فتنه ما بيني وما بين الشخص ده، وانا بحبه جدا جدا وبحترمه. فخلاص تركت موضوع الترند ده وسلمت الصفحه للشخص دوتي. وانا الحمد لله رب العالمين. ورغم عليا لحد الوقت والله العظيم بعض الديون. عليك لحد دلوقتي فلوس؟ عليا حوالي 80,000 او 76,000 حاجه زي كده. واصحابهم معروفين بالاسم هنا في جنوب الجيزه في مترهينة وفي سوق اكتوبر. اخواتنا الخمسه الاخوه الحاج محمد في اكتوبر ليه بعد حزبه عندي من البطيخ. والحاج حمدي العراقي ليه عندي برضو بعد حزبه من البطيخ. اطلب من الله جل في علاه يلهمهم الصبر لحد ما يديهم حقهم. والحاج علي عاشور واحمد عاشور وجلال عاشور دول اخوات في مترهينة. برضو ليهم عندي بعد المبلغ ان شاء الله. يولهم ربنا الصبر لحد ما يديهم حقهم. ومحدش يعني يجرحني بكلمه او يهيني. لكن انت ما كسبتش من الترند ده عمرو بيه؟ لا والله العظيم ما كسبتش فلوس. لا بس الحاج جه ازاي؟ الحاج كان بيكلمني الاستاذ الكبير عمرو اديب. الاستاذ عمرو اديب مشكورا. وفي خلال ما كان بيكلمني الاستاذ عمرو اديب رن عليه الاستاذ الكبير رجل الاعمال اشرف شيحه. ووهب لي الحجه دي، فبارك لي الاستاذ عمرو اديب
وقال لي مبروك يا عم ربيع جات لك حجه كبيره من الحاج اشرف شيحه. وفعلا بالطبع رحت استلمت دعوه الحج وما شاء الله رحت عجيت ولسه جاي النهارده حج مبروك ان شاء الله. بس عم ربيع انت ما كنتش يعني ايه كان احساسك في الاول كده لما جات لك الحجه وقالوا لك يا عم ربيع انت كسبت الحج؟ جاتني الاول رجل اعمال وهب لي 50,000 جنيه. ما كنتش مصدق جاتني فعلا وفى بوعده معايا جزاه الله خير. وهب لي رحلة الحج الأستاذ أشرف شيحة برضو لبى معايا الحمد لله ووفى. والفلوس اللي جاتني سديتها وعليا بعض الديون الصغيرة هم الباقيين إن شاء الله أطلب من الله جل في علاه ولا يقطع عليه إن أنا إن شاء الله أسدهم. وأطلب النصر لفلسطين أكيد إن شاء الله وأطلب العمار يا رب إن شاء الله. وأتمنى على ظهر دعت لهم في الحج قبل اولادي والله ربنا اعلم قبل اولادي والله حتى على فيديو والله يعني هم كانوا يعتبر يعني نقول طبعا السبب ربنا مرتب كل ده بس يعتبر هو كان يعني كانت فلسطين هي السبب طبعا ان هم توديك الحج طبعا بسبب الواقعه بتاعت رامي اتمنى بقى اليوم كده يعني. اتمنى اليوم العمار في بلادهم ويرفعوا رايتهم وتكون دولتهم دوله حره مستقله وعاصمتها القدس الشريفه واتمنى اليوم كلهم يحبوا واتمنى اليوم احنا نروح عندهم هم يجوا عندنا ان شاء الله. اتمنى نحب بعضنا كلنا كمسلمين وكاقباط وكيهود وكل لاننا كلنا بشر احنا كلنا بشر كلنا عايزين الحياه كلنا بنخاف على ضنانا كلنا عايزين يبقى عندنا بيت واسره ومجتمع وشغل وعمل وهي دي الحياه نعمر فيها ولا نخرب صح اللي احنا عايزينه بس مش عايزين اكتر من كده. وشكرا طولت عليك احكي لنا معلش احنا اللي مطولين على حضرتك يا مرادي بس طبعا. كلامك جميل قوي احكي لنا بقى رحله الحج من اول هنا ما اتحركت من مصر لحد ما السعوديه بقى والله انا طبعا قاعد هنا ساكن في البدرشين وفرشتي في الحوامديه وبلدي الاساسي مركز بيبا الحيره كانت بين الثلاثه بتوع الصعيد يقولوا لي احنا عاملين لك احتفاليه وبتوع البدرشين كانوا هنا عند الجامع ده اللي احنا قاعدين قدامه عاملين لي احتفاليه وفي الحوامديه قالوا لي احنا عاملين لك احتفاليه فشورت الثلاثه من خلال التليفون وقلت لهم انا ازاي انا هحضر هنا وهنا فقسموها هم وكانوا معلمين في التقسيمه دي قالوا لي اولى بيبا الاول روح بيبا رحت الصعيد عملوا لي حفله كبيره على النت تشوفها بعد ما رحت جيت بدري بساعتين هنا البدرشين سلمت على كل حبايبي فيها جيت وانا متجه اخر مرحله عدي على الحوامديه اللي هي الليله اللي رايح فيها المطار لقيت حبايبي واقفين مستنيني بالعربيات محمد دي غفاري حزب الشعب الجمهوري الاستاذ مؤمن حزب الشعب الجمهوري برضو الاستاذ احمد البرديسي وما ادراك من حبايبي كانوا كتار مش عايز انسى حد منهم الحمد لله وبعد كده بقى بين الثلاثه والتجأت الى المطار واديت مناسك الحج وجيت الحمد لله. وفي السعوديه بقى مناسك الحج كلمنا عن مناسك الحج في السعوديه بقى ما اقولكش ما كنتش بطلع بره الفندق اللي هو الفي اي بي ده لاني لما كنت بطلع كان الجو حر جامد والناس ما كانتش بتسيبني ولا سعوديين ولا ليبيين انت مشهور برضه في السعوديه لا اكتر من هنا بكتير كمان كتير في السعوديه بقول لك كنت ما بطلعش بره الفندق انا نفسي اطلع اقعد بره شويه مش عارف تطلع من مش الناس مش عارف من الناس والله رغم ان كانت في ناس كتيره واجهه عامه هناك ما شاء الله كان بيحج معانا الليسي كان بيحج معانا واجهات عامه كتيره جدا طب حد من مصر قابلك هناك زي الليسي مثلا؟ ما فيش مصري والله العظيم الذي لا اله الا هو ناس مصريين جاتني الفندق اللي هو فندق الانوف وفندق الساعه ما ادراك عشان يجيني الفنادق دي ده مشوار صعب جدا وكانوا بيقولوا يا عم ربيع والله لما سمعنا انك جاي تحج سالنا عليك وعرفنا ان الرحله تبع الانوف وجينا لك هنا يا عم ربيع وبجاي اللي يجيب لي طلبات واللي يجيب لي عصائر واللي يجيب لي حاجات كده حلوه بقيت اشكرهم وبقيت فرحان بيهم نسوني نفسي نسوني نفسي ونسوني اولادي ورحت بقى مصدقت جيت هنا منهم كلهم حبايبي ادعي لهم بالنجاح هم وحبايبهم واولادهم ادعي لهم بالامان والاستقرار ادعي المركز بيبا والفشل ادعي كمان للبدرشين والحوامديه والجنوب الجيزه عامه كله وخاصه ام خنان
ام خنان اللي هي بعثت القافلات فلسطين، ام خنان اللي هي حاليا بتعمل قافله يعني هتبقى مكونه من 7 تريلات ان شاء الله هتطلع الايام الجايه هتتوجه الى فلسطين. ام خنان اللي هي بضرب بيها المثل ان كل القرى في مصر والنجوع والعزب والمراكز والمحافظات يكونوا زي قريه ام خنان. ام خنان اللي شرفتنا وطولت رجبتنا، هي اول قريه طلعت قافلات لفلسطين، وان شاء الله سيليها قرى تاني، الله اعلم هي انهي قرى، ولكن احنا كشعب مسلمين وغيرين على العرب كلهم هتطلع قافلات كتيره من بلاد كتير. نرجع لحته السعوديه، طبعا عم ربيع كان اول مره يروح يحج. احساسك بقى لما شفت بيت الله الحرام، يعني احساسك كده اول ما دخلت على طول حسيت بايه؟ والله يا فندم انا اقول لك الاحساس في المكان ده عامل زي حاجه جميله والجمال ما تعرفش توصف. يعني اخر حاجه انك انت توصف الجمال تقول حلو، انما هي رحله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أتمناها لكل حد يروح هناك. صدق الله العظيم حين قال فأزم في الناس بالحج يأتوك على كل ضامن ويأتي من كل فج عميق. شفت يا أستاذ من جميع البشر هناك في المكان ده وحاجة كده يعني فيها تجليات وفيها حاجات أتمناها لكل المسلمين. طب اخر حاجه عم ربيع عشان نختم بيها، نفسك في ايه تاني؟ نفسي اسدد الباديه. عليك سددت كتير ونفسي اسدد الباديه. عليك كام ديون؟ حوالي 80,000 او 76,000 للناس اللي انا قلت عليها دي في اكتوبر وفي مطر هنا وعندنا، بس هم كلهم الحسبه كلها زي ما انا قلت كده. اتمناها يا ربي ان شاء الله نسد على خير زي ما سدين اللي قبليهم ان شاء الله. طب عم ربيع بعد الحج بقى هتنزل امتى تشتغل على الفرشه؟ مش هشتغل الا لما اسد اللي عليا. مش هينفع راح اجيب زرع على السمنه وتيجي ناس تطالبني بفلوسها القديمه وتاخدها ويجي الجديد يقول لي انت كده ضحكت عليا. مش هينفع ان شاء الله هتتسدد ديون يا عم ربيع كده. وجه كلمه للناس اخيرا عشان نختم بيها. حبوا بعضيكم وخافوا على بعضيكم. احنا كلنا بشر. لا اكراه في الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب بعضينا، خاف على اهلنا تدريجيا كده، خاف على اهلنا الاول، خاف على جيراننا، خاف على بلدنا، نخاف على الدول. بس ادي اللي انا عايزه من الناس. وشكرا. شكرا عم ربيع. المشاهدين متابعين بوش مصر كل موقع عين مصر اخبار ده، وكان حوارنا مع عم ربيع والتفصيل من اول الحكايه لحد ما وصل بيت الله الحرام، وبعد نزوله برضه من مصر. هذا القدر اكتفينا مع حضراتكم. دمتم طيبين باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.